زار صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة الأمير الحسين بن عبد الله الثاني بن الحسين يوم أمس الحرس الملكي في إطار زيارة رسمية التي يقوم بها لمملكة البحرين. فلدى وصول سموه يرافقه سمو النقيب الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة لميدان الحرس الملكي. كان في الاستقبال سمو اللواء الركن الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة قائد الحرس الملكي، وسمو المقدم الركن الشيخ خالد بن حمد آل خليفة قائد قوة الحرس الملكي الخاصة وعدد من كبار ضباط الحرس الملكي. وبعد أن عزفت الفرقة الموسيقية السلام الملكية للمملكة الأردنية الهاشمية والسلام الوطني لمملكة البحرين، تفقد صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة يرافقه سمو قائد الحرس الملكي حرس الشرف الذي اصطف لتحية سموه. بعدها قدم لسموه إيجاز عن الحرس الملكي يوضح الأدوار والواجبات والمهام واستراتيجية التطوير والتحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي العزيز صاحب السمو الملكي الأمير حسين بن عبد الله الثاني ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، وأخواني منتسبي قوة الدفاع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفنا في هذا اليوم المبارك سيدي احتفالا بالذكرى 51 من تأسيس قوة الدفاع البحرين أن نرحب بكم أجمل ترحيب في وحدتكم وفي بلدكم الثاني مملكة البحرين ووحدة الحرس الملكي بالأخص. وعلما سيدي تأسيس هذه القوة التي قامت ولا زالت أن تقوم بالدفاع عن الدين والحق ومكافحة الإرهاب الدولي، متأسسة مع نخبة من رجال الجيش العربي الجيش الأردني. جلالة الملك ولا يسعنا بالذكر أبلغكم شخصيا أن قامت قوة الدفاع بنخبة من رجال الأردن، ونفتخر ونعتز بهذه البداية. واليوم أريدك تشوف التقدم هذا والحصاد وثمرة الزرع اللي أنتم زرعتوه في مملكة البحرين، ولله الحمد. بعدها شارك سمو ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة في تطبيق تمرين لمكافحة الإرهاب مع مجموعة من قوة الحرس الملكي الخاصة، والذي أبرز مستوى الجاهزية وبما يتمتع به منتسبو الحرس الملكي من معنويات عالية وكفاءة وفعالية في تحقيق الأهداف باستخدام الأسلحة المختلفة. Oh!
بعد ذلك زار سموه متحف قوة الحرس الملكي الخاصة، حيث أبدى سموه إعجابه بما شاهده، ثم قام سموه بتسجيل كلمة في سجل كبار الزوار بهذه المناسبة. وقد أعرب صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة عن سروره بالمشاركة في تطبيق تمرين لمكافحة الإرهاب، وأشاد سموه بما شاهده من مستوى عال من الاحترافية لمنتسبي الحرس الملكي، شاكرا لسمو قائد الحرس الملكي على حفاوة الاستقبال وجهوده في الرقي بمستوى جاهزية الحرس الملكي. من جانبه أشاد سمو قائد الحرس الملكي بالعلاقات الثنائية التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، مؤكدا على ما يبديه دوما حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى القائد الأعلى حفظه الله ورعاه على تطوير التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة بما يعزز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، مثمنا زيارة صاحب السمو الملكي ولي عهد المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة للحرس الملكي، والتي تعتبر انعكاسا أصيلا للعلاقات البحرينية الأردنية.